معزي الجمهورية الإسلامية وعلى رأسها سماحة السيد القائد عزه الله وعز الشعب الإيراني، أتشرف بنقل تعازي العراق، كل العراق من أقصاه إلى أقصاه. الساعة 4:30 احتفالات بمقتل سليماني، هذا حب الشهداء اللي راحت، دم الشهداء والضحايا والشهداء العراقيين كلهم طلعت اليوم من الشعب العراقي الذي عبر عن حبه لهذا الرجل. هل على أبو السليماني؟ على العراقي عالي، هل على أبو السليماني؟ على العراقي عالي، عالي تيلهم احتفلوا بالتحرير. هاي بعد مقتل، بعد الخبر مال مقتل سليماني عندما شيعه في بغداد وفي مدن أخرى، وكان التعبير العراقي البسيط الشعبي الذي يعبر عن نبض أكثر العراقيين أو كل العراقيين مشكور. حج قاسم ما قصرت ويانا. أدري سليماني من الناصرية جايبين شيعوني، قالوا لكم من سوق الشيوخ، من الغراف، منين؟ من الشطرة. ما نريدك يا قدم شنو هسه؟ ما يطب الحبوب شيعة هناك، شيعة بإيران، هاي إيران وروح شيعة. قال شيعة